مباراة النصر والقادسية، يسرنا أن نلتقي بقائد الفريق النصراوي اللاعب الدولي الكابتن فؤاد أنور. يا هلا مرحبا بك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء يا أهلا وسهلا. كابتن فؤاد، شاهدت شوط المباراة الأول والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما، يا ليت تعطينا نظرتك الفنية لمجريات شوط المباراة الأول. أول شيء أحب أقول المباراة يعني كانت في بدايتها يعني فنيا باردة شوي من الفريقين، ولكن في نص المباراة تحسن الأداء الفريقين، استطعنا أن نجيب الهدف الأول. أيضا فريق القادسية جاب هدف التعادل، ويمكن فريق القادسية لاعب اليوم بحذر كبير خاصة بعد المباراة الدور الأول، يمكن كانت النتيجة كبيرة 4، ولكن إن شاء الله الشوط الثاني يمكن حيكون أحسن من الشوط الأول، والمدرب أيضا حيدارك الأخطاء يمكن اللي كانت في الشوط الأول، وتوجيهات أيضا من المدرب أتوقع أنه حيتحسن إن شاء الله الشوط الثاني. شاهدنا في خلال شوط المدرب